لم تكن الثورة السودانية حصرا على الحدود السودانية الجغرافية، ولكنها تمددت في كل العالم عبر السودانيين في مهاجرهم وفي كل أصقاع الدنيا. بالكاد تجد مدينة لم تشهد موكبا لسودانيين مناصرين للثورة، عبرهم فقط عرف العالم ملامح ثورتنا وكنداكاتنا واعتصامنا وحتى انتصاراتنا. حمل المغترب السوداني إذن هم بلده سلما وحربا، وعند اندلاع ثورة ديسمبر كان المغتربون ثوارا يتلفحون بأعلام بلادهم قديمها وجديدها، يجوبون شوارع المدن والعواصم هاتفين بكل شعارات وهتافات الثورة الأثيرة، وكأنهم في بري أو العباسية أو حتى في ساحة الاعتصام. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة بهذه الأهازيج وهذه الموسيقى الجميلة، ونحن نحيي إذن كل ثوار السودانيين الكنداكات والشفاتة وكل الذين دعموا ثورة ديسمبر المجيدة خارج السودان، ونرحب في هذه الفقرة وفي هذا الجزء الأول من حلقة اليوم من دائرة الحدث بالبشمهندس محمد الفاتح يونس النعيم الأمين العام لاتحاد الجاليات السودانية ببريطانيا، نقاشا حول هذا الموضوع. بشمهندس مرحبا بك في هذه الحلقة. الحمد لله على السلامة. مرحبا بكم، شكرا لكم على الفرصة. إذن السودانيون في المهجر بدأت ثورتهم منذ ديسمبر، هل كان هنالك تنسيق بينكم يعني بين الجاليات المختلفة
في الدياسبورا كما يقال، هل كان هنالك ثم التنسيق بينكم وبين الرفقاء أو الرفاق في الجاليات الأخرى؟ وإن وجد هذا التنسيق كيف كان؟ طيب، الجاليات السودانية بطبعها كانت في بريطانيا، ما كانت جزء من العمل السياسي بحكم أن الجاليات السودانية ما تسيس. أما بعد ثورة ديسمبر فالوضع اختلف، أصبحت بنقول الحصة وطن، فكان لازم يخش جزء من الحراك. دائما كان الحراك بتقوده تحالف القوى السياسية والنقابات المهنية، وخش الضلع الثالث هو أن اتحاد الجاليات والجاليات السودانية ببريطانيا. بريطانيا أو لندن هي أول مدينة خرجت في وقفة احتجاجية ب 22 ديسمبر، والثورة كان بدأت في 19. فأول مدينة، أول سبت، أول ويكند كان لندن خرجت ودعمت الثورة. لندن بصورة عامة أو مدينة لندن أو السودان بريطانيا عندهم تجربة سياسية طويلة جدا، بدأت من 91 في دعم أو معارض السلطة الحاكمة، وعندهم تراكم تاع خبرات إنه مدينة لندن اشتهرت بأنها تحتضن دائما المعارضة السودانية ضد الأنظمة الدكتاتورية من نظام جعفر نميري، كان في زمان الشريف الهندي وعز الدين على عامر. فمنذ السبعينات الجبهة الوطنية تكونت في، كانت موجودة في لندن، كانت نشطة وفي التسعينات مدينة لندن يعني كانت دائما فيها وقفات احتجاج واعتراض أو مظاهرات ضد نظام عمر البشير. فليس غريبة، لندن تختلف عن كل المدن الخارج السودان بأنه تقع في بلد فيها شيء من الديمقراطية تحليها، فيها زخم سياسي، فيها أحزاب موجودة، أفرع الأحزاب ونقابات موجودة. فمزرعة التنظيم والتنسيق ما صعب عليها كانت، وعشان كده جاءت وقفات مختلفة. تقريبا لندن خرجت منذ ديسمبر حتى أغسطس تقريبا أكثر من 27 وقفة احتجاجية، ما في مدينة خارج السودان خرجت بهذا العدد. طيب، ما هي الأطراف التي شاركت في هذا الحراك في بريطانيا، في لندن وفي عدد من المدن؟ يعني أحزاب، هل هي أحزاب ونقابات واتحاد جاليات يعني من الذي كان يحرك هذا العمل؟ المظلة اللي بتنظم المظاهرات هي تحالف القوى السياسية، كلهم أحزاب معارضة، حزب الشيوعي، المؤتمر السوداني، حزب الأمة، الاتحاد الديمقراطي، والنقابات، نقابة الأطباء، نقابة قديمة يعني من التسعينات، المهندسين، الإعلاميين، نقابة مستقلة بالطبع، أي نقابات مستقلة عندها ارتباطها بنقابات اللي هي أفرع للنقابات، النقابة الرسمية الموجودة. وإي الضلع الثالث وهو اتحاد الجاليات، الجاليات السودانية. لا عفوا، النقابات القديمة تقصد؟ بقصد هما جزء من النقابات اللي قبل حكم البشير طبعا مرتبطين. وكان للنقابات دور آخر غير مزرعة المظاهرات، ممكن نجي له في محور ثاني، دور شنو في دعم الثورة، ما هو دورهم؟ أسألك الآن ما هو دورهم. طيب، ممكن لو جينا للنقابات، نتكلم عن نقابة الأطباء، هي كانت مرتبطة بالنقابة الأم في دعمها في إضراباتها، كان بتمثل الوجه الإعلامي لها في خلال 25 السنة الماضية. أي رسالة تريد نقابة الأطباء الأصلية هنا الموجودة في السودان إرسال العالم بيتم عن طريق نقابة الأطباء في 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 بريطانيا. رابطة المحامين أو رابطة القانونيين كان لهم القدر المعلق في كشف انتهاكات نظام عمر البشير خلال السنين الماضية، وتسليم مذكرات للمحكمة الدولية وللحكومة البريطانية، فكانت في رصد. وحتى أثناء الاعتصام وأثناء الثورة ظلت في رصد هي، وحتى طلعت زي تقريبا مجلد لكل الانتهاكات اللي حصلت من ثورة ديسمبر حتى الآن. فلأنه في مساحة بتاعت حرية ممكن يتحركوا فيها، ممكن يشيلوا ملفات ويسلموها للمحكمة الدولية في هولندا، الأمم المتحدة مبنى في جنيفا، أو الاتحاد الأوروبي في بلجيكا. طيب، كما ذكرت قبل قليل باشمهندس محمد الفاتح أن أول وقفة احتجاجية للسودانيين في الخارج كانت في لندن في 22 من ديسمبر المصرم. هذه الوقفة شهدها ربما كل السودانيين أو عدد كبير منهم، حتى باقي الوقفات يعني الاحتجاجية في المدن البريطانية المختلفة. ما هي قصة هذه الوقفة تحديدا؟ كيف بدأت هذه الشرارة؟ ربما هي بعد آخر للثورة السودانية، شرارة أخرى. أنا كما ذكرت هي لندن يعني مشهورة يعني لو حسبت قبل ديسمبر لندن خرجت في 30 يونيو تضامنا مع كل الوقفات اللي كانت مطلوبة في 8 يونيو 2018 يعني، فهي أصلا معدة. هذه بعض من الصور تعرض الآن. نعم، دي كانت في جنيفا. سوري، في صورة قبلها لو سمحت جبتها أنا حقت غير نقابة المهندسين. هذه المملكة المتحدة، المملكة المتحدة، نقابة المهندسين السوداني. توجد نقابة مهندسين أيضا في لندن. أيوة، وأنا على نائب الرئيس بتاعها. غير في نقابات كثيرة، لكن في صورة مرت قبل شيء من ضمن الحياة الجميلة هو وجود المرأة السودانية في المظاهرات.
دي أحطت مصداقية لسلمية الثورة، لأن وجود المرأة بيوري أنه لا يمكن يكون في عنف. وحسب من الصورة المرة دي في القنصلة الأمريكية في مدينة بيلفاست، جاءت حضرة ندوة خصوصا للجالية السودانية في بيلفاست، كانوا داعين في عدد من المتحدثين، فكانت دائرة تشيد بس بالدور المرأة السودانية. وجود المرأة السودانية والشباب غير الإيميج أو غير الشكل بتاع الصورة بتاعت الشعب السوداني لدى أي صورة الحسة موجودة عندكم دي هنا. الشخص الثاني من على البوستر، فدي بتدي أدت انطباع جميل جدا جدا، لأنه نحن فهمنا متقدم، أي ممكن نكون بلد فقيرة بنعاني من مشاكل وحروب، لكن فهمنا متقدم، بنحترم المرأة إن عنده دور، عندها دور معلّة في هذه الثورة والشباب. غير كده من مكاسب الثورة حركت الروح الانتماء في الشباب الموجودين في بريطانيا، اللي هم شباب أصلا اتولدوا هناك وعاشوا هناك، ارتباطهم بالسودان بيكون دائما يا في الإجازات لما يحضروا أو لو أسرهم ما بتحضر ما بكون عندهم ارتباط. فبرضو لما حسوا بأنه العالم كله بيحترم الشعب السوداني، بيحترم ثورته وسلمته، حسوا بروح الانتماء، حسوا بالفخر، والشباب ده حيكون عندهم دور. ونظم أكثر من وقفة، لو في الوقفة اللي كانت قبل شوية اللي بتكلم بتنشد فيها واحدة من البنات قصيدة باللغة الإنجليزية، دي هم نظماء براهم، كانت قدام مقر الأمم المتحدة. دي كانت بعد فض الاعتصام تقريبا في نهاية يونيو. فهم أغلب الشغل ده هم الشباب بيمثلوا فيه الشريحة الأكبر. طيب باشمهندس، على ذكر فض الاعتصام هنالك مذكرات أيضا، على ذكر الحديث الذي ذكرته في مطلع حديثك قبل قليل، هنالك مذكرات عديدة خلال هذه الوقفات وما قبلها قمتم برفعها لعدد من الجهات في بريطانيا أو في خارج بريطانيا، حتى في لاهاي، في الاي سي سي أو في غيرها. هل أعددت لنا أبرز هذه الدعاوى التي قمتم بتسجيلها واختار الجهات أو المجتمع الدولي بها؟ كيف كنتم تقومون بهذا الأمر أيضا؟ طيب، أهم ثلاثة مذكرات هي كان سلمتها اتحاد الجاليات. الأولى كانت في 11 فبراير، كان اتحاد الجاليات اللي هو بيتكون من 10 جاليات بالمناسبة، جالية لندن، أكسفورد، بريستول، لازم أذكرون واحد واحد للأمانة العلمية يعني، كارديف، برايتون، ستوكون ترينت، غلاسكو، ونيوكاسل، وما كنت نسيت واحدة، لكن هم 10 جاليات. نعم، إذا نسيت فليعذرون. فليعذرون يعني. نعم. لكن تقريبا بكون غطيت أقول. فالعشرة جاليات دي بالتعاون مع نقابة الأطباء في يوم 11 فبراير سلموا أول مذكرة لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، في إنه كانوا دائما بينادوا وكنوا واقعين جدا في مطالبنا، إنه يضغطوا على الحكومة السودانية بإنه كفل الحق التعبير الديمقراطي وعدم المساس وعدم استقبال العنف وإطلاق سراح المعتقلين. وخلي القصة دي جرد يعني من الحكومة البريطانية بإنها هي كان بتعمل مع دول الترويكا أمريكا ونرويج بإنه يضمنوا الحق الشرعي للسودانيين في التعبير السلمي ووقف العنف وعدم التعرض للمتظاهرين. فتاني بعد شوية في 4 ماي قدمنا مذكرة تانية، برضو من ضمن المذكرات كان في مطالب على إنه اعتبار مجموعة الدعم السريع إنها مجموعة إرهابية وإنه إيقاف الدعم حولها. وخلينا نجحت في إنه الاتحاد الأوروبي أصدر قرار بإنه وقف الدعم اللوجستي والمعدات ل مجموعة. هذا القرار كان على حيثية رفعكم للمذكرة. أكثر من مذكرة جاءت من بريطانيا وجاءت من أكثر من مكان. طيب باشمهندس، أيضا يعني شاركتم في وقفات احتجاجية أيضا خارج بريطانيا مثل بروكسل، شاركتم في وقفة احتجاجية هناك. أريد منك هذا السؤال مزدوج ربما، ما هي حكاية الوقفة الاحتجاجية في بروكسل، وأيضا من كان يدفع تلك التكاليف؟ لأن كما تعلم في يعني في ظل النظام السابق هنالك جهات ما كانت تتهمكم، تتهم ثوار الخارج تحديدا من هم في أوروبا بأنهم يتلقون دعومات، يعني بالتأكيد أنتم استمعتم إلى هذا. طبعا دي كانت من الحياة المضحكة ممكن، لأنه ما في جهة تقدر تتبنى لها شغل سياسي قدرته. هم كانوا بيتحركوا، مجموعة لندن أصلا هم يعني زي يقولوا سوداني لندن أكثر تنظيما كما ذكرت. جاتهم دعوة من مبادرة سوداني أوروبا في بلجيكا، كان في ده كان في مارس. نعم. شاركوا السودانيين هناك ومشوا على حسابهم الخاص، يعني التكلفة بتكون أصلا كبير، يعني البص والمسائل دي كلها بتتم بالتنظيم بالتحالف الجالية والنقابات والمظلة، فبتكلف تكلفة البص الفرد الواحد 40 جنيه يعني ماشي جاي. فبيتحرك قريب 15 بصات بتشارك في بروكسل، مش شاركوا في جنيفا، في سويسرا، في فرنسا، ما بالتكلفة العالية، الناس بتمشي لمدة يوم واحد، وخلقت نوع من الحراك ونوع من الانتماء، وأصبحوا الناس
لحمة واحدة. فالثورة دي ألهمت الناس بأشياء كثيرة جميلة يعني. طيب كيف كان كنتم تتغلبون على أعمالكم ومشاغلكم للمشاركة في هذا العمل؟ يعني الأحداث الثورية كما تعلم كانت متسارعة جدا يعني، وكان السودانيين يطالبون إخوانهم في خارج السودان في دول المهجر بأن يقوموا بمساعدتهم ونجتهم. كيف كنتم توفقون بين هذين الأمرين؟ أيضا لديكم مشاغل شخصية وأسرية وما إلى ذلك، أنتم أيضا مغتربون. لا فعلا يعني كان اللود اوف ورك يعني الشغل كثير، بالذات لانه اصلا بيشتغلوا 5 يوم، وفي يوم الجمعه والسبت والاحد هو يوم المظاهره. فكان يوم ليله الجمعه بيكون في حراك في شغل كبير جدا في جمع البوسترات والتنسيق وحمله والسماعات لمكان المظاهره يوم السبت. فلكن الناس كانت بتشتغل بنوع من يعني بيقولوا شنو، لانه المومنتم العام او الجو العام كان مشجع بانه هم شغلهم شايفين فيه انتاج او فيه تقدم على ارض الواقع مع السودانيين الداخل. فكانوا يعني بدون شحنه بانه يكونوا في كل يوم بيشوفوا الثوره متقدمه، الشباب دول متقدمين بيقدموا ارواحهم وده اغلى شيء، فما بالكم ليه ما يقدموا جزء من وقتهم. وخلقت نوع من يعني حتى في السودان البريطاني في ناس كانوا حتى يعني ما بيجوا المناسبات الاجتماعيه. الثوره دي خلتهم خرجوا من بيوتهم وجوا الميادين اللي بتتم فيها المظاهرات وتعرفوا على اخرين وبدوا يطالبوا بانه دارين يدعموا ماديا. وفعلا حصل انه الجاليه السودانيه في لندن وكل الجاليات دعمت الاعتصام ماديا، يعني بشمال مال كان في مال، وكان في خيمه موجوده هنا للجاليه السودانيه في لندن اللي هي كانت اصلا جاليه السودانيه بتمثل اغلب سوداني بريطانيا، كانت موجوده كانوا حاضرين في الاعتصام. في من حضروا بصفه شخصيه ووقعوا مجموعات للاعتصام باسم سوداني بريطانيا. ف الناس ما بخلت وعندها لسه الرغبه يعني تقدم اكثر واكثر يعني. نعم طيب يمكن ان تعلق ايضا على هذه الصورة. ده 10 داون ستريت، ده مكتب رئيس الوزراء البريطاني. وكنا هنا بنسلم في مذكره، ده اول مذكره سلمناه، كان موجودين كل الجاليات. كانت ايضا هذه ايام التظاهر قبل سقوط بالضبط، كان يوم 11 فبراير. ثاني اتحاد الجاليات قام بتسير مظاهره للسفارات السفارات الثلاثه اللي هي سفاره السعوديه بلندن، سفاره الامارات بلندن، سفاره مصر بلندن. اللي هو كنا مطالبينهم بانه يبتعدوا عن الشان السوداني، ودي كانت من اكبر المظاهرات، كان فيها 1800. ميز المظاهره دي كانت في 15 يونيو وجود الشباب السوداني المولودين هناك. دي نحن بنعاني منها جدا، دي في وقت تاني ممكن الناس تتكلم عنها اكثر. نعم. انه بدوا يحسوا بانتمائهم للوطن، ودي طاغات بشريه ممكن السودان يستخدمها في المستقبل. نعم، على ذكر هذا الموضوع تحديدا باشمهندس، مؤتمر الكفاءات السودانيه في 23 من نوفمبر الذي سينعقد في جامعه اوكسفورد، ما هي الاهداف من هذا المؤتمر؟ ربما الان الكثيرون يتساءلون حول دور سوداني المهجر بعد سقوط البشير. وبالضبط انت سالت السؤال وردت عليه، هو دور سوداني بريطانيا في المهجر. اصلا ده الفكره بتاعت المؤتمر، حيكون فوقه النقابات مهندسين واطباء، في غير النقابات الشباب عندهم ورقه، المراه، السلام. فكره المؤتمر انه كيف السودانيين الموجودين في بريطانيا واللي وصل تعدادهم الان 50,000 سوداني من اعمار مختلفه، انه كيف يقدروا يساعدوا السودان. فالمؤتمر ده منعقد مخصوص في جامعة أكسفورد مع بالتعاون مع مجموعة السودانيين الموجودين في مدينة أكسفورد، برنامج السودانيين في أكسفورد، عشان يقدروا يحددوا كيف نقدم. وبيختلف عن تجارب ثانية في أمريكا زي نكس جين، هنا بدك بتكلم عن الصفوة ممكن كيف تساعد السودانيين. ده مفتوح لكل الطبقات الموجودة في بريطانيا، كل زول عنده تجربة عنده علاقات، يعني ما بنكتفي بالعلم، حتى في ناس عندهم كونكشنز، عندهم علاقات مع منظمات ومنظمات شبابيه. نعم. كيف ممكن يساعدوا بها السودان؟ كيف ممكن يخلقوا توأمات؟ من ضمن البرنامج اللي السوسيم برضه حيقدموه، حيحاولوا يخلقوا توأم للجامعات السودانيه، بحكم انه بريطانيا والجامعات البريطانيه هي اقرب الجامعات للجامعات السودانيه، وكان في توأمات في السابق انتهت. المسائل المهنيه يعني المهندسين، نقابات الانستتيوشنز بروفيشنال انستتيوشنز بتاعت المهندسين برضه تخلق شراكات موجوده، المنظمات الشبابيه تخلق شراكه او رعايه او بارتنرشيب شراكات برضه. ففي اشياء كثيره ممكن تتعامل، فالمؤتمر ده حيقدر ينظم القنوات اللي بيتم بها الدعم، لانه احنا نفتكر نفسنا من واجب السودانيين على السودان انه يدعموا الشباب ديل ويحاولوا يطوروهم ويرفعوا مستواهم، لانه
قدموا فعل كثير، فده أقل شيء ممكن الناس سوداني بريطاني يقدموا للشعب السوداني. نعم، أنا أشكرك جزيلا الشكر. بالتأكيد الحديث باشمهندس كثير، لكن طيب في برضو واحدة أضيفة لكم، في منح تقريبا 20 منحة طبعا راضيها اتحاد الجاليات ممثلة في جالية بريستول. العمدة بتاع بريستول شخصيا من أعجابه بالثورة تبرع بأنه حيكون في 20 منحة في القيادة وإدارة الأعمال للشباب. هي 20 منحة لمن ستخصص مدة 3 أسابيع. والله احنا اتصلنا بتجمع المهنيين انه يكون مسؤول عن إدارتها، احنا ما حنخش في تفاصيل. نعم، ستعلن عنها لكن الا بصوره تفصيليه. نعم. اشكرك جزيل الشكر باشمهندس محمد الفاتح يونس النعيم، الامين العام لاتحاد الجاليات السودانية ببريطانيا. نحييك، نحيي كل السودانيين في الخارج الذين ينشطون في هذه المجالات، انتم ونكس جن واي سوداني في خارج السودان ينشط هذه الايام في دعم السودان وفي دعم الثوره السودانيه. شكرا جزيلا. شكرا بارك. بعد الفاصل موضوعنا 21 من اكتوبر قوم على.